هذا الملف هو العار، يعني العار الكبير الذي ألحقه يعني الزبانية، زبانية النظام، مثل الجنرال كمال عبد الرحمن، بشير طباق، إسماعيل عماري وغيرهم، اللي عذبوا أولاد الشعب الجزائري أشد العذاب. أنا قلت ونقول أنه مهما كانت الدوافع، مهما كانت الأسباب، فإنه لا يمكن أن نتسامح، لا يمكن أن نعفو عن شخص عذب. وأقول وأؤكد أنه العذاب اللي صار في العشرية الحمراء أشد من العذاب اللي قامت به فرنسا بالنسبة للمجاهدين، أشد منها. لأنه الناس اللي قامت بالتعذيب في العشرية الأخيرة قامت به بوحشية، قامت به لأنها تكره الشعب الجزائري. أنت لا يمكن، يعني المشاهد لا يمكن أنه يعذب حيوان، فما بالك أنك تعذب إنسان، يعني حتى ولو قام بأي شيء. يعني لا 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 ننظر إلى العمل الذي قام به، ننظر إلى فعل التعذيب. يعني لأنه لو الإنسان أصبح يعذب، فلا يعني بالنسبة للشخص اللي راه يعذبه، يعني فلا يساوي أمامه شيء، لأنه فعل التعذيب سيمحو ما قام به الشخص. التعذيب شيء غير إنساني، التعذيب شيء غير مقبول في كل الأمم وفي كل الأزمنة، لأنه شيء يخرج الإنسان عن الإنسانية نتاعو، يخرج الإنسان عن طبيعة الرحمة إلى طبيعة البشعة، إلى طبيعة الحيوانة، إلى طبيعة اللا رحمة، إلى طبيعة الموت المؤكد. ف يعني لا يمكن أن نتسامح مع المعذبين. أهم شيء نقوله الآن للشعب الجزائري أنه اللي يزيد الطين بلة كما يقولوا، لاني والأخضع في الأمر، أنه محمد العماري قائد الأركان في تلك الآونة كان اشترى هو وخالد نزار أدوات التعذيب بأنواعها الكثيرة جدا من دول، يعني من أفريقيا دو سود، واشتروا كذلك قنابل النابالم. فالآن كيفاش، يعني كيف ممكن مثلا أننا نتسامح مع أولاد ناس شرت النابالم؟ نحن نعرف ما فعل النابالم بالمجاهدين والشهداء رحمهم الله، فكيفاش نتسامح مع الناس شرت النابالم وشرت أدوات تعذيب يعني لا يمكن إحصائها؟ أقول ذلك وزيد عليه أنه بعد ما شروا هذه الأدوات كلها، تم الشراء باختلاس ملايين دولارات. اليوم وليد محمد العماري، مراد العماري اللي كان في الجيش، كان ضابط كوموندو، يعني وصل إلى كوموندو، يعني إلى رائد، يعني بين قوسين، وهو اللي كان يعني هو اللي كان وراء الصفقة مع جنرال آخر كان من المخابرات اسمه صادق كيتوني، فاختلسوا ملايين دولارات. والآن محمد العماري عايش في بلجيكا، يعني كسلطان، اقتنى أموال عذب بها الشعب الجزائري. فالأمر يدعو مش فقط إلى الاستعجال، ولكن يدعو إلى الثورة. فيه مثل قديم يقول l'injustice envers un homme pousse le peuple à se révolter et l'injustice envers un peuple pousse le peuple à sauver le monde. بمعنى أنه الظلم ضد شخص يبعث بالشعب إلى الثورة، والظلم للشعب يبعث بالشعب إلى قلب العالم. فما بالك يعني فيه عشرات الآلاف اللي عذبوا، يعني أمر لا يطاق، أمر يعني خارج عن العقل البشري، وعذبوا بأموال، والناس اختلست أموال وراء أدوات التعذيب. ف يعني ما يمكن قوله إلا أن هؤلاء محمد العماري وخالد النزار والخونة هذو، يعني المصير بتاعهم لازم يكون أشد مصير، يعني لازم يحاسبوا. مش ممكن أنهم يعني يقتلوا شعب ويذلوا شعب ويذلوا أمة إلى أجيال قادمة دون أن ما يعني ما نحاسبهمش. هذا غير معقول، غير معقول. التعذيب شيء لا يطاق، والتعذيب الناس اللي قامت به لازم تحاسب، مهما كانت الظروف، مهما كانت المصالحة اللي قم بها بوتفليقة هذا يعني الآن. ف يعني المصالحات تنفع غير هو فقط، ولكن اللي قاموا بالتعذيب لازم يخلصوا يوم، لازم يخلصوا فيه. هذا مكان يعني ما عندناش جواب آخر. هل من كلمة أخيرة لأنصار مشروع المصالحة؟
الذين يتمنون أن تكون الجزائر جنة لكنهم لا يعملون لها. الكلمة الأخيرة عندي كلمة وعندي رجاء، رجاء ونداء. أظن أن اليوم لحقنا إلى مرحلة بعض الناس يعني نساوا أن العشرية حمراء كانت، بعض ما أقول ونساوا أنه صارت فيه مجازر، أنه أطفال صغار رحمهم الله وشيوخ كبار يعني ذبحوا. فلازم نأخذ العبرة، نأخذ العبرة بما أن لا يجب أن ننسى، حتى ولو الناس سمحت، حتى ولو كان فيه تسامح، لا يجب أن ننسى، لأنه إذا نسينا فمكتوب علينا أن نعيش نفس المأساة. مع أنه أنا من الذين يعني يدعون إلى محاسبة هؤلاء وإلى فضح، إلى فتح يعني تحقيقات فيما جرى يعني بصفة دقيقة، لأنه تلك الفترة يعني تعتبر فترة يعني لا يمكن أن الإنسان ينساها، ولا يمكن أن الإنسان يسامح معها. فهذه من جهة. من جهة أخرى الآن يجب كذلك أننا ننظر إلى الأمام، ننظر إلى المستقبل، ما نبقاوش كذلك في يعني في سجن التاريخ وفي سجن الماضي. ليش؟ لأنه مسؤوليتنا كبيرة جدا، المسؤولية هي مسؤولية الأجيال القادمة، هي الأمانة كذلك، لأنه الجزائر تعتبر أمانة. صحيح أن السلطة الحالية ما عرفت لهاش قيمتها، صحيح أن بوتفليقة خاصة ما عرفت لهاش قيمتها، صحيح أنه الشيوخ، نقول الشيوخ بين قوسين يعني بالسن اللي في الجيش ضيعوها ما عرفوش قيمتها، لأنه مغلب يعني أغلب الحكام في الجيش الآن يعني في 70 وما فوق ما عرفوا لهاش قيمتها. فأهم شيء أننا الآن إحنا يعني نأخذ تحدي ونعرف أنه هذا الجزائر أمانة في أعناقنا، أمانة وصلت لنا بثمن غالي جدا، بثمن لا يمكن أنه يعني نوفيه مهما عملنا، يعني مهما عملنا صبح يعني صباح المساء لا يمكن أن نوفي الدين، لأنه دين عظيم الناس أعطت أرواحها. يعني الشجاعة شيء، ولكن قمة الشجاعة أنه الإنسان يضحي بنفسه، أنه الإنسان يعطي روحه رخيصة في سبيل الوطن، في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سبيل أنه أناس واحد أخرين يأتوا من بعده ما يعرفهمش، لأنه الشهداء يعني ما يعرفونيش أنا، ما يعرفوكش أنت، ما يعرفوش للمشاهدين. يعني الشهداء كان عندهم رحمهم الله، كان عندهم تصور للجزائر جميلة، جزائر فيها العدل، جزائر فيها الحقوق محفوظة، فيها الكرامة محفوظة، جزائر فيها الرجال، فيها النساء. ولما أقول رجال ونساء يعني بمعنى الرجولة، بمعنى الأخلاق، وبمعنى وبمعنى يعني الأخلاق الطيبة الحميدة. الآن لما يعني جابوا فريقة مثلا للحكم، من المضحك المبكي أنه جعل مغنية الشابة يعني حتى اسمه يعني حتى اسمها يعني لا ينطق لسان يعني بالزهو كذلك، يعني اسمها فيه الزهو، لا أشرفها أني ننطق اسمها. ولكن بوتفليقة هذا وش دار؟ بوتفليقة هذا يعني أعطى لها وسام، وسام لأنها يعني تشجع الثقافة وتشجع الأخلاق الحميدة في الجزائر. فهذا يعطيك طابع على هو شكون بوتفليقة. أنا نقول أن بوتفليقة اليوم أرجع إلى سدة الحكم، وما حبش يخرج منها. ليش؟ لسبب واحد فقط، لأنه رجع حتى ينتقم من الشعب الجزائري. بوتفليقة احنا كنا عبرنا في سنة 2000 بعد الانتخابات أننا لا نعترف به كرئيس، لأنه أولا ليس أهلا أن يكون رئيس للشعب الجزائري. لما خرج من الجزائر خرج محكوم عليه، لأنه اختلس أموال، لأنه ما كانش نزيه في التعامل تاعه لما كان وزير الخارجية. كان يعني خرج، وخرج يعني معروف بحكم. كان لابد أنه زروال يعني كما نشر ما نشره على بلوصيف رحمه الله، أن ينشر وش كان في ما يخص بوتفليقة يعني من اختلاسات وأموال ادها يعني إلى خارج الجزائر، يعني ملايين دولارات حتى يعيش بها كسلطان. وهذاك ما كان حقيقة يعني، لأنه كان عايش كالسلطان، وجاء باش ينتقم الشعب الجزائري، جاء باش ينتقم من الرجال في ذلك الوقت اللي حوزوه
يعني لما حاوزوا محمد ويحيى رحمه الله، يعني محمد يحيوي عفوا، وحاوزوه يعني بعض الرجال اللي يعني اللي قالوا بلي انت مش يعني انت يعني شخص غير نزيه، انت شخص موطخ يعني. فالان اصبح في الجزائر يعني يستعمل وزاره، يعني يستعمل رئاسه الجمهوريه ك ك كبيت خاص، يستعمل في الاموال الجزائريه ككمال خاص، يدير الجزائر وكانها يعني اماره من اماراته، يعني خلاها لبباه.